مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم مره اخرى في برنامج حوارات اقتصاديه وحلقه الليله عن منظمه التجاره الدوليه الابعاد والتحديات، وضيفنا الاقتصادي المعروف المفكر الاستاذ طلال ابو غزاله. في بدايه هذا الجزء خلينا ناخذ مكالمه من السعوديه، الاخ سليمان من السعوديه. مساء الخير. جزاكم الله بالخير. الله بالخير، تفضل. سؤالي طول عمره هو للدكتور طلال، ما هي المعايير للالتحاق بالمنظمه، ومن الذي يقرر دخول دوله من عدم؟ بالنسبه لك هاي سؤال مهم في السعوديه. والله الدول كثيره يمكن. طيب السؤال الثاني هو ما هو مدى تاثير منظمه التجاره على الفرد العادي في الدول الناميه؟ وبغيت بس الدكتور طلال لو يقول لنا وين نلقى الكتاب اللي تكلم عنه، كتاب المنظمه الذي قام بترجمته. نعم ترجمته. نعم. طيب شكرا. شكرا لك. تفضل استاذ. جزاك الله خير، لأن السؤالين هامين. المعايير، أول نسأل عن كيفية الانضمام. عندما تتقدم أي دولة بطلب للانضمام يشكل ما يسمى فريق تفاوض، وفريق التفاوض يضم الدولة المتقدمة بالطلب وكل الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة. أن هي عليها أن تجلس في غرفة التفاوض وأمامها جميع الأعضاء الآخرين، لأنه يحق لهم أن يفاوضوها في مواضيع. الآن وهي عملية، وهذا سؤال كثير مهم، وأنا حقيقة سعيد بهذا التساؤل. كيف تتم عملية التفاوض؟ بالدرجة الأولى، وهذا مؤسف، أننا نحن حتى الدول الأعضاء لا نحضر أغلب اجتماعات التفاوض عند طلب انضمام أي دولة أخرى، لأننا نظن أن ذلك لا يعنينا. هذا طلب تقدمت في روسيا، أنا أش علي من روسيا، خلت تفاوض أمريكا وأوروبا. فاللي عادة يجلس هم الشركاء التجاريين الرئيسيين، أي من هم أهم شركاء للمملكة السعودية مثلا، الذين يهمهم المواضيع التي تتعلق بانضمام السعودية وهي دولة هامة. ماذا يحصل؟ الدول هذه تقيم كافة علاقاتها، الدول المتقدمة بالدرجة الأولى والتي لديها المقدرة على الدراسة وتستعين ببيوت الخبرة لعمل الدراسات للتقييم. أنا أذكر الآن مثلا عندما الصين تقدمت بطلب للانضمام، حكومة أمريكا كلفت دراسة، طلبت دراسة من اختصاص، من مؤسسة اختصاصية لتدرس آثار انضمام الصين إلى المنظمة على الاقتصاد الأمريكي. يعني عندما تنضم الصين كيف ستتأثر أمريكا؟ لهذا الدرجة الموضوع مهم. فإذا تجلس هذه الدول مع الدولة المتقدمة وتضع شروطها، تقول لها أنا أنت عندك الجمرك على السيارات عالي، أنت موضوع الحماية حقوق المؤلف عندك مستوى واطي، أنت حتى موضوع حقوق الإنسان كما أثروا مع الصين، موضوع العمال إلى آخره، وتبدأ تضع الشروط. أمريكا أخذت نهج عجيب، وتبعتها أوروبا وتبعتها الدول الأخرى، بأنها صارت في أثناء عملية التفاوض تقوم بتفاوضها الخاص باتفاقية ثنائية، أي تأتي للصين وتقول لها حتى تنضمي خلينا أنا وياك نحل المشاكل اللي بيننا، لأنه بنحل أكبر مشكلة. يعني أن الدخول إلى المنظمة يستخدم كأحد، ما في شك، أخذ لي ذراع. وأنا لا أدعي أيضا شيئا من عندي، أنا أيضا أشير إلى تقرير على الشبكة منشور من الرئيس الأمريكي يقول فيه ماذا حققت أمريكا للاقتصاد الأمريكي من الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الأولى، لسه لم تنفذ لأنه لم يقرها الكونغرس. وأنا دائما أذكر بأن الكونغرس هو السلطة في اتفاقيات التجارة الدولية وليس الرئيس الأمريكي، كما دائما أقول وأعيد أن الرئيس الأمريكي يستطيع أن يعلن حرب ولكن لا يستطيع أن يوقع اتفاقية تجارية. فإلى أن هذه الاتفاقية، قال يتكلم الرئيس الأمريكي في رسالته إلى الكونغرس عن ماذا تحققت هذه الاتفاقية للاقتصاد الأمريكي، الاتفاقية الأمريكية الصينية. الأوروبيين الآن أيضا يتفاوضون مع الصين في اتفاقية ثنائية لانضمام الصين إلى المنظمة العالمية، وكذلك اليابان يتفاوضون مع الصين. ماذا يحصل الآن؟ أن الدول النافذة والمهيمنة كما سميتها منذ البداية تفاوض لتفرض شروطها على الدولة المتقدمة للانضمام لتخرج ب
أفضل. وهذا ما حصل بالنسبة لانضمام الأردن مثلا، وحصل بالنسبة للجميع. يعني أنا ليس للدولة، سواء كنت دولة قوية أو ضعيفة، يعني بدأت العملية بالانضمام باتفاقيات انضمام مع الدول المهمة في كشركاء تجاريين. مدام انحلت هذه المشكلة لم يعود في مشكلة عامة. بالنسبة للمعايير، ما في معايير محددة، المعايير إلا أن أنت تصل إلى المستوى الذي وصل إليه الأعضاء اللي داخل المنظمة كحد أدنى، كحد أدنى، وتضيف كل ما تريده. يقول، وهذه هي المشكلة الآن، أنه يقول الدول العضوة أن ما هو موجود هذا انطبق على المؤسسين وعلى الأعضاء الحاليين، إنما أنت تريد أن تنضم إلى هذا النادي، نحن الأعضاء في النادي لنا أن نفرض أي شروط نريدها. طيب. لأن المبدأ في الانضمام هو التفاوض. طيب. هذه منظمة عجيبة، ليست كالانضمام إلى المتحدة في ورقة مطبوعة نموذجية، لا، ورق إقرار انضمام، وليس كالانضمام لمنظمة العمل ولا لمنظمة الصحة. اتفاقية الانضمام تصاغ لكل دولة حسب ظروف الدولة وحسب متطلبات الدول الأخرى من هذه الدولة، فليس هنالك اتفاقيتين انضمام متشابهتين.